وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، الشمس يسطع في النهار ضياؤها، ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاءه عبر الزمان وجدها لا تغرب. ما البدر في عليائه ما انجم زهرا، ما بدا نور من كوكبي، ما الشمس في كبد السما ما نورها الا شعاع دان من نور النبي. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. وتنا إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فمن أصابته نفحة من نفحات ربه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عود طيب مبارك إلى ساحة القرآن الكريم، خير الحديث وطيب الكلم الكتاب الدستور. الكتاب الدستور أنزل على النبي النور، آيات الله البينات، والتي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشين، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم بميت ناجي مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، فليتفضل فضيلته مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم واعلموا أن الله مع المتقين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار الله مع المتقين.
واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زاد هذه
فأما الذين آمنوا فزادهم إيمانا وهم يستبشرون وهم يستبشرون وهم يستبشرون وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم
ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا لقد جاءكم رسول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص فإن تولوا فقل حسبي الله
فقل حسبي الله لا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما فإن تولوا فقل حسبي الله لا العرش العظيم
فإن تولوا فقل حسبي الله، فقل حسبي الله لا كذا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، لقد عشنا واستمعنا واستمتعنا بخير الحديث وطيب الكلم، القرآن الكريم آيات الله البينات والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشين، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بميت ناجي مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا الدولية المتنقلة عبر المحافظات مونت كارلو الإذاعات الخارجية، إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوسجة مركز إحياء بمحافظة الشرقية. أما مخازن الفراشة الكبرى والهندسة الكهربائية الحاج رشاد عطية بميت ربيع، خدمة النت العالمية عبر العالم فهي لعميد المصورين ناصر صلاح وأولاده والمقيم بشارع وادي النيل بمدينة الزقازيق، خدمة الضيافة المميزة وفيه المتر محمد السني والمقيم بطارون مركز الزقازيق. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، باسم اهالي قفر جمعة جميعا نتقدم بخالص الشكر الى كل من اتى ليؤدي واجب العزاء، والى الوالد الكريم الحاج عبد الله الدرندلي العمدة بنت، والى كل من اتى ليؤدي واجب العزاء، والى صاحب الخلق الرفيع وصاحب الواجب الاستاذ عاطف عطية المدير العام
بمديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، شكر الله سعيكم جميعا.